صباح الخير. خلينا في بداية اجتماعنا النهاردة نطلب الرب في وسطينا، نطلب ان هو يجي يصنع ما يريد بطريقته. غمض عينك كده في لحظات، جايين نستسلم بين ايديه، جايين في محضره ليفتح اعيننا ونرى الملك في بهائه. ادينا النهارده عينين تراك، ادينا اذان تسمع صوتك. ادينا نسجد ليك بالروح وبالحق. من ايديك احنا النهارده، اصنع بنا ما تشاء. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك علينا، في اسم الرب يسوع المسيح. لك كل المجد. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد. فانسى نفسك إذا وفكر أن فيه وعودا. فانسى نفسك إذا وفكر أن فيه وعودا.
باسمك أرفع يدي باسمك شفتي تسبحانك رحمتك أفضل من أرفع يدي رحمتك أفضل من الحياة رحمتك أفضل من الحياة شفتايا تسبحانك رحمتك أفضل من الحياة ارفع يدي ارفع يدي لإسمك ارفع يدي لإسمك كرامة للقدوس دع لحساب دم صليب وضعفتنا بندود ارفع ايدك علي الفوق كرامة للقدوس دع لحساب دم صليب وضعفتنا بندود روح الساكن فينا روح الساكن فينا يرشد ويعزينا ومهتف ويديله المجد ده هو الفخر لينا Sweet.
خلينا واحنا في مكاننا ارفع صوتك وعلي صوتك بالتسبيح لي بكلماتك. خلينا نهتف لي تصالح صالح صالح وامين لك كل المجد. انت اله قدير، انت كلي القدره، لا يعثر عليك امر. ارفع صوتك، ارفع صوتك لي. خلينا نقدم ذبيحه تسبيحنا النهارده بكلماتك. النهارده لساني قلم كاتب ماهر متكلم انا بانشائي للملك. انت ابرع جمال من كل بني البشر، نعظمك، عظم اسم يسوع. هللويا. نعظمك نعظمك نباركك نباركك، انت القدير رب مشير، أنت العلي لا سواك. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. ما أبهاك ما أبهاك، ما أروعك يوحنا أصحاح الأول. خلينا نقرأ مع بعض الكلمات دي من عدد 4. رؤيا يوحنا أصحاح 1 من عدد 4. يوحنا هو بيكلم للسبع كنائس، بيقول نعمة لكم والسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات رئيس ملوك الأرض. خلينا نقول مع بعض: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. هللويا. الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا
ملوكا وكهنة لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. كل البركة كل البركة الآبدين. آمين آمين آمين.
فتح القبر حبه الشديد لا ينسي. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمام، اهتزت الأرض انفتح القبر حبه الشديد لا ينهزم. أين شوكتك يا قوة الموت؟ قد غلب الحمام. للأبد ممكد، للأبد مرتفع، للأبد قد قام من الأموات، حي للأبد. للأبد ممكد، للأبد مرتفع، لكل المجد لكل السلطان. امين. تفضلوا يعني نسمع كلمة الرب لينا النهاردة على لسان القسيس سامح موريس.
صباح الخير. سلم على جنبك وحييه ورحب بيه في بيت ربنا. قل له أهلا بيك في اجتماع عيلة المسيح. في قلبي مشاعر خاصة النهاردة الصبح وأنا صلي للخدمة ديت، يعني حاسس أني عايز أقول للعيلة الجميلة ديت، أنا الوقت الفات ده مؤتمرات وسفر وأحداث كبيرة كتير قوي، وبقالي مدة ما شفتش ناس كتير كده يعني وصديكم، فعايز أقول لكم وحشتوني، فخور بيكم وبإلهكم الحي اللي عايش فيكم. اللي بيستخدمكم طريقة جميلة جدا ورائعة، ناس كتير بعتت عشان مؤتمر والتنظيم ومش عارف ايه، فالناس فاكرة ان اللي بيطلع على المنبر ده هو اللي بيعمل حاجة. الحقيقة اللي بيطلع على المنبر ده يعني اللي ما بيعملش حاجة، لكن اللي بيعمل حاجة الناس اللي وراء الكاميرات والشعب العظيم ده اللي ربنا بيستخدمه بشكل جميل جدا. ادوا يد كده لبعض ورحبوا ببعض. الأسبوع اللي جاي ده أعياد، وفي العيد العيلة بتتلم، صح؟ العيد العيلة بتتلم، مش العيد العيلة تتفرق وكل واحد يأكل الكحك بتاعه، صح؟ في العيد الناس بتتلم وتأكل مع بعض. فاسمحوا لي كده يعني أقول لكم، إحنا الأسبوع ده عندنا كام لمة للعيلة هتعيد مع بعض. الحد الجاي حد الزعف أجازة، أجازة للمسيحيين، فهم؟ فأنتوا أجازة. فعندنا الاجتماع الرئيسي الصبح، وبرضو عندنا اجتماع مساء الأحد، لأن بعض الناس برضو مش بيقدروا يجوا الصبح حتى في أحد الزعف الأجازة، لكن الاحتفال الرئيسي بتاعنا الصبح، وعندنا برضو اجتماع بعد الظهر الصبح الساعة 11 وبعد الظهر الساعة 7. يوم الثلاث عندنا حفلة. عارفين حفلة عشان ايه؟ زي الله كل الناس عارفة، هو الناس الباقية ما عرفتش. طب قولوا استنى يعني. اخونا العزيز عزيز، اخونا العزيز عزيز المشهور بزيزو، يوم الثلاث دي حفلة رسامته قسيس في الكنيسة، ف فدي حفلة الساعة 6. احنا دايما كل حاجة الساعة 7، افتكر ان ده بالذات الساعة 6. الساعة كام؟ حفلة للعيلة جاية تجتمع مع بعض وتعيد. خميس العهد الساعة 7، والنهاردة مفيش مايدة، مع انه الاحد السبت الجمعة الاولى، عشان يوم الخميس اللي جاي كل الكنيسة بتتناول مع بعض من جسد الرب ودمه، فده المرة اللي مشت صباح الجمعة ومساء العسل وصباح الفل والحاجات ديت، لكن دي المرة اللي كلنا بنجلس مع بعض حول مائدة الرب في الكنيسة. الجمعة العظيمة، بعض الناس بيعتبروها الجمعة الحزينة، لكن احنا بنعتبرها الجمعة العظيمة التي فيها الله بين محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. هنلتف من الساعة 12 للساعة 3 وقت الظلمة التي كانت على الأرض، لنلتف حول الصليب لنعيد معا بصليب ربنا يسوع المسيح. الجمعة من الساعة 12 للساعة 3، مش من الساعة 11 ولا من الساعة 10:30، في مواعيد خاصة كده، في مناسبات خاصة. اللي هيجي 10:30 الجمعة الجاية هيلاقي الكنيسة فاضية، غالبا هتبقى مليانه برضه، جايين تحجز بدري، فحكايه الحجز دي بقت عمليه صعبه، لكن ان شاء الله هيبقى في كراسي في الشارع، فاللي عايز يقعد برضه في الهواء الطلق هتبقى مجهزين روحنا، لان الجمعه اللي فاتت كان زحام شديد جدا. ان شاء الله نعمل حسابنا لنستوعب كل الاعداد. والاحد اللي زي احد الزعف بعد بكره هيكون احد العيد،
وده احتفال لينا كنيسة أصل دبارة لوحدنا، احتفال الطائفة هيكون في كنيسة مصر الجديدة، فإحنا معا نعيد بقيامة المسيح يوم الأحد. واضحة المواعيد ديت؟ ماشي. الحد العيد ده اليوم الوحيد اللي بعد الظهر بنقفل عشان الناس تروح تعيد مع بعضيها، والعمال وكل الناس كده تقول لبعضها كل سنة وانت طيب، والاثنين شم النسيم مفيش اجتماع صلاة، يعني ده دايما دول المعادين اللي بنقفل. الكنيسة دي شغالة ليل نهار، لما نقفل يومين بعد ظهريتين في السنة تستاهل برضو ولا ايه؟ صح، ادوا للناس مرة راحة في السنة. الأسبوع الماضي كان عندنا مؤتمر الصلاة، والمؤتمر ده مختلف لأن حتى اسمه كان مختلف، International Prayer Conference، المؤتمر العالمي للصلاة، اللي فيه أصل دبار استضافت ناس من حول العالم. كان عندنا ما يقرب من 300 إلى 400 شخص خارج مصر، وألاف الناس من الصعيد، وألاف الناس من القاهرة ومن الأسكندرية التفت معا لتصلي معا أساساً لأجل مصر ولأجل المنطقة العربية بكل ما يحدث فيها عبر السنة دي، السنة السابعة للزلازل والبراكين والأحداث الصعبة جداً اللي اجتازت فيها هذه المنطقة. وبكل المقاييس أقدر أقول إن المؤتمر ده كان مختلفاً، وأغلب الناس اللي بعتت قالت ده مؤتمر مختلف، ده مؤتمر مختلف، مش زي كل مؤتمرات الصلاة. وده اللي كان على قلبنا، وده اللي كنا متوقعينه، إنه مش مجرد هنصلي للناس ونصلي لبعض ونشجع بعض ونعزي بعض، لكننا نرفع عينينا لفوق ونقول له أيها الآب مجد ابنك في وسط الظروف ديت، لتشهد السماء، لتستنير العيون، ليذهب الخوف خارجا، وكل ضلالة أضلت الناس تذهب خارجا، ليأتي السلام بدل الخوف، لتأتي الحب بدل الكراهية، ليأتي مرة تانية لقمة العيش بدل الجوع والفقر والعوز اللي ناس كتير مننا أو من دوائر حولنا بتعاني منه في هذه الأيام. والمؤتمر ده مختلف، وده اللي أنا قلته في البداية، وناس كتير بعتت تعليقات إيجابية جدا أنه مختلف، وبعض الناس كان عندها تساؤلات عن بعض الحاجات الغريبة اللي ممكن تكون حدثت على المنبر أو بين المقاعد. لكن في بداية المؤتمر قلت إحنا مؤتمر ده بيضم كل أطياف الكنيسة بألوانها المختلفة، بطرق تعبيرها المختلف في عبادتها لربنا. في ناس في عبادتها بتبقى صامتة هادئة، دموعها تنزل في سكون، محدش بيسمع صوتها. في ناس بتعلي صوتها وتصرخ، في ناس بتسقف زي ما انتوا بتسقفوا كده، وبتزغرط زي ما انتوا بتزغرطوا برضو، يعني واخد بين بالكم. وفي ناس تعبيرها عن نفسها مختلف شوية، بتتنطط، وفي ناس بترقص. والحقيقة الكنيسة لما راحت أفريقيا لم تستطيع أن تقاوم، فالكنيسة في أفريقيا من يوم ما دخلت لغاية النهاردة بترقص، لأن الأفارقة ما يقدروش يقعدوا على يعني على حلهم أصلا، هم بيرقصوا على نفسهم طول النهار، ففي عبادتهم لربنا رقصوا. كنت في زيارة أحد الأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، فقال لي الكلام ده، قال لي لما رحنا نزرع كنيسة في أفريقيا اضطرينا نتخلى عن يعني أسلوبنا المعتاد، فحتى الكنيسة الأرثوذكسية في أفريقيا الناس بترقص، يعني يعملوا إيه؟ هم بيرقصوا على حالهم، فيعني هيبطلوهم رقص إزاي؟ هم متعودين دي الطريقة اللي بيعبروا بيها عن فرحهم وعبادتهم وسجودهم للإله. فإذا كان كم بالحري الإله الحي. وده نفسي بس أفهم الناس إن دي طرق مختلفة للتعبير الشخصي عن عبادته لربنا وعن صلاته. وقلنا إن إحنا دي فرصة إننا من أطياف مختلفة كل واحد يقبل التاني زي ما هو، وما تدينش غيرك لأنه بيختلف عنك. فاللي هايج وقصدي المنفعل والمتحمس مش هيزعل من الهادي، لأن الهادي ده مخلص وبيعبد ربنا بهدوء، ولا الهادي هيلوم الآخر اللي منفعل انفعال زيادة، بيسقف جامد قوي لدرجة انك يمكن البعض احتاج يحط قطن في ودنه عشان الطبلة ما تتخرمش في الثلاث أيام مثلا، يعني حاجة زي كده. فإن كل واحد يقبل الآخر كما هو. فاكر في زمن طويل أيام كنا شباب وبروح بيت السلام بالعجمي، لما ما كانش فيه
يعني حاجات كتير في بيت السلام بالعجمي. المية كانت فيها لون وطعم ورائحة عكس المية الطبيعية، المية ما تعرفها انها لا لون ولا طعم ولا رائحة. لا، بيت السلام في الاول كانت المية لها طعم لان البير بتاع المية والبيل بتاع الحاجات التانية كانوا منفذين على بعض من تحت، فالمية كانت لها طعم ولون ورائحة. وبرغم هذا التاريخ القديم جدا، مؤتمرات الشباب كانت بتسقف، ولما نرجع الكنائس بتاعتنا الانجيلية كان ممنوع التسقيف. لازال في الكنائس المشيخية في الصعيد بيسقفوا، الكنائس المشيخية في المدن الكبرى ما بيسقفوش، فهم؟ فكل واحد بيعبر عن نفسه بطريقته، واحنا عايزين نتعود ان كل واحد يعبد بطريقته ويقبل طريقة الاخر في عبادته. الله مش بيبص للمنظر، الله بيبص للايه؟ القلب. في ناس هادية وقلبها سرحان، وفي ناس منفعلة وقلبها سرحان، لكن الله ينظر إلى القلب. أنا أفتكر المؤتمر ده كان فيه رسائل مشجعة جدا من الشرق ومن الغرب، وده اللي قلته خلينا نسمع الناس المختلفة ربنا قايل لها إيه عن مصر وعن بلادنا وعن أرضنا. إذا توافق ما يقولوه معا على ما يقول الروح القدس لنا، يبقى ده تأكيد وتشجيع إلهي عظيم. إذا اختلفوا مع بعض وإذا اختلفوا عن اللي بيقولوا ربنا، يبقى كلنا متلخبطين، صح؟ الحاجة الجميلة في المؤتمر ده إن اللي سمعناه من الشرق واللي سمعناه من الغرب واللي سمعناه من بين المقاعد وكمية الرسائل اللي جت لي تتفق تماما مع يقوله الروح القدس لنا طوال السنين الماضية، أن خطواته آتية لزيارة إلهية عظيمة لهذه المنطقة، وأن هناك افتقاد إلهي عظيم روحي، وهذا الافتقاد الروحي يأتي أيضا بافتقاد مادي واقتصادي لأرضنا ورد مسلوب أخذ مننا لسنوات طويلة. ودي رسالة مشجعة للغاية، تشجعنا أننا نصلي أكتر مش أقل، وإيماننا يزيد مش يقل، وحماسنا وغيرتنا المقدسة تتقد مش تنطفئ برغم كل الصعوبات اللي بتحيط بينا. واحدة من الأجزاء الكتابية اللي حد جاء قال لي ربنا بيقول لك الجزء دوت، خد اقراه كويس. حسيت في هذا الصباح ان ده الجزء اللي انا عايز اكمل بيه المؤتمر، وايماني اني فعلا رساله من الله لنا كافراد ولنا ككنيسه بالذات في بلادنا في هذه الايام. فاسمحوا لي اخذكم لهذا المقطع الكتابي اللي يمكن يكمل الرساله اللي ربنا كلمنا بيها خلال المؤتمر الاسبوع الماضي. اشعياء اصحاح 41، محاربة من عدد 8 لغاية عدد 20. لو تحب تقرأ معايا بصوت عالي اعمل كده، لان يمكن انت بتقرأ مش بس بتشوف، لكن انت كمان بتسمع وبتقول، فالكلمة بتزداد تأصلا في داخلك. من عدد 8: اما انت يا اسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل ابراهيم خليلي، الذي امسكته من اطراف الارض ومن أقطارها دعوته، وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أينتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري، إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. هأنذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان،
تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة، تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها، وأنت تبتهج بالرب وبقدوس إسرائيل تفتخر. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرز والصنط والآس وشجر الزيت، أضع في البادية السرو والسنديان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. أمين أمين. غمض عينيك وصلي، قول رب كلمنا في هذا الصباح، شددنا وشجعنا ونادي علينا. معونة في الإنسان الباطن، كرامة ومجد ليك في اسم المسيح، آمين. كتابيا قبل أن ندخل في مضمون الرسالة، لمن هذا الحديث؟ بيكلم مين؟ بيخاطب مين؟ إسرائيل، يعقوب، نسل إبراهيم، ده في العهد القديم. وزي ما كتير من الناس بيقولوا ان سفر إشعياء ده مقسوم جزئين، مقسوم جزء مكون من 39 أصحاح كأنه بيتكلم عن العهد القديم، ومن أصحاح 40 لغاية 46 كأنه بيتكلم 27 أصحاح كأنه بيتكلم عن العهد الجديد. ده 41، فده من النبوة اللي بتتكلم عن العهد الجديد. من هم نسل إبراهيم؟ ده اللي في الآخر، يا إسرائيل يا يعقوب نسل إبراهيم. من هم نسل إبراهيم؟ في العهد القديم فهموا نسل إبراهيم اللي هم مين؟ شعب إسرائيل. طب إحنا في العهد الجديد، بولس الرسول المعلم اللي شرح العهد القديم قال لنا مين نسل إبراهيم؟ قال لنا الكنيسة هي نسل إبراهيم، قال لنا المؤمنين من كل قبيلة وأمة وشعب لسان هم نسل إبراهيم، قال لنا نسل إبراهيم اللي اتكلم عنه العهد القديم هو كنيسة ربنا يسوع المسيح وليست النسل الجسدي. هو قال كده، قالها في حتت كتيرة قوي، لكن خليني أقرأ لحضراتكم من غلاطيا بس، من غلاطيا بس أصحاح 3 وأصحاح 4 بيقول من هم نسل إبراهيم. غلاطيا 3:6-7 بيقول إيه؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، زي ما آمن إبراهيم فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. يبقى مين أولاد إبراهيم؟ هم أولاد الإيه؟ الإيمان، مش أولاد الجسد. وبعدين قال يمكن ما فهموش، راح واخد أصحاح 4 من عدد 21-31، مش هقراها ما تخافوش، من عدد 21 لعدد 31 في غلاطيا 4 عشان يشرح الفكرة ديت. وقال إبراهيم كان عنده ابنين، ابن الجارية إسماعيل، ابن الحرة إسحاق. واحد ابن الجسد، ابن قدراته البشرية، هو يقدر يخلف وهاجر تقدر تخلف، أعطت سارة جاريتها لإبراهيم فأنجب طفل، فده ابن الجسد. لكن ابن سارة ابن الإيه؟ ابن الموعد، ابن الإيه؟ ابن الإيمان. ده ابن الإيمان وده ابن الإيه؟ الجسد. وبيكمل وبيقول حاجة تلخبط قوي بولس في غلاطيا 4، قال إسرائيل هم أولاد الجسد، ف
فعيسو فاسماعيل ده رمز لأولاد الجسد، وإسحاق رمز لأولاد الإيمان. ده اللي قالوا، اقروها كويس. في ناس طبعا بصالي كده، ايه ده، ايه اللخبطة ديت؟ ده اللي قالوا بولس الرسول، مش سامح موريس، ها، بس عشان تبقى واضح. قال الاثنين دول رمزين لعهدين، عهد الجسد، عهد الأعمال، نسل الجسد، وعهد الإيمان، عهد النعمة. إسرائيل الجسد يرمز لإسماعيل ابن الجسد، وإسحاق ابن الإيمان الكنيسة. نسل إبراهيم حسب العهد الجديد هو الكنيسة التي آمنت بالمسيح. إحنا نسل إبراهيم. حد يسقف؟ اقروا غلط يا تاني وانتوا تفهموا الحته دي، مهمه جدا جدا جدا. يبقى الرساله ديت اللي مكتوبه لنسل مين؟ ابراهيم، لاولاد الايمان، لحضرتك وحضرتك، ليا وليك، لو احنا ابناء الايمان. دي الرساله، رساله خاصه لكل واحد، لكنها رسالة للشعب ده، للجماعة ديت، للأمة اللي قال عنها العبرانيين أمة مقدسة، شعب اقتناء، ليخبروا بفضاء الذي دعاه من الظلمة إلى نوره العجيب. إيه الرسالة ديت؟ المقدمة بتاعتها، مفحواها، عنوانها لا تخف. قالها كم مرة؟ 3 مرات. لا تخف لأني معك، لا تخف أنا أعينك، لا تخف يا دودة يعقوب وشرزمة إسرائيل. 3 مرات في الأصحاح دوت، في الباراجراف الأولاني وبداية الباراجراف الثاني، بيعيد العبارة دي، لا تخف. وافتكر إحنا في المؤتمر قضينا صبحية كاملة تحت العنوان ده، لا تخف. لم تأخذوا روح العبودية للخوف، ده العهد القديم، ده العالم، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. أنتوا أولاده، خايفين من مين؟ أنا معك، أنا أعين. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض. ممكن يبقى معايا بس ملوش دعوة بيا، مش دعوة بيك. لا لا، مش بس أنا معاك، ده أنا أعينك وأعضدك وأؤيدك وأمسك بيدك. أن إذا مشيت في النار فأنا معك، الأنهار فلا تغمرك، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ما تخافش، ليطرح هذا الروح خارجا من حياتك كفرد ومن حياتك ككنيسة. لا خوف في المحبة، لا تخف، لا تخف. بيقول كده الكتاب انه جاء ليبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت. ليه؟ لكي يعيش الاحياء فيما بعد، ليس تحت سلطان الخوف للعبوديه. لكي يبيد بالموت ذلك الذي سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت عاشوا كل حياتهم تحت الموت. أكبر خوف هو الخوف من الموت. إذا الموت ما بقاش يخوفني، إذا الموت ما بقاش يرعبني، لأن الموت ينقلني إلى حضن حبيبي، هخاف من إيه؟ لما أنا ما بخافش من الموت. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت الخوف. بيخليك عبد، البنوم تجعلك لا تخاف، عشان أبويا رب السماء والأرض معي ويعينني. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، لأني معك، أنا أعينك، الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف، أنا أعينك.
كتير في رحلتي في الحياة. قلت يا رب أنا مش عايز ولا حاجة. فريش معايا إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي بيحصل حواليا؟ إيه اللي جاي؟ أنا كل اللي أنا عايز أبقى شايفه إنك حط إيدك على كتفي، إنك ماسك إيدي. بس خلاص. بس خلاص. طول ما إيدي في إيدك، إيدي الضعيفة دي، يا دودة يعقوب، يا شرزمة يا بتاع الصغير، طول ما إيدي الصغيرة دي ماسكة في إيدك الكبير، ممن أخاف؟ إيه اللي مستحيل؟ مفيش. إيه التحدي اللي هيقفض؟ مفيش. عشان كده بيقول له لا تخف، مش بس لا تتلفت. ما انت لو بصيت شمال ويمين وما حطيتش عينك عليا هتغرق يا بطرس. لو بصيت للظروف والتحديات اكبر منك صحيح، لكن لو باصص عليا وانا ماسك ايدك، وانا ماسك ايدك، عمرك ما هتخاف، عمرك ما هتخاف. قد اخترتك ولم أرفضك. نسل إبراهيم خليلي، صحبي، صحبي. وانتوا في العهد الجديد مش نسل إبراهيم، انتوا أولاد الله، children of God. اللي ماسك بإيدك دوت مش خليل إبراهيم، اللي ماسك بإيدك ده أبوك، ده أبوك السماوي. لا تخاف، لا تخف، لا تتلفت، لا تنزعج بما يدور من حولك. وبعدين بيحط ثلاث وعود، بيحط ثلاث وعود في الجزء اللي احنا قريناه ده. اسمحوا لي اخدكم فيه واحده ورا الثانيه. الحاجه الاولانيه بيتكلم عنها من عدد 11، وبيتكلم في مقاومين، في مقاومات، في تحديات في حياتك، في صعوبات في حياتك، نعم. وبعدين قسمهم كده إلى أربعة: المختصين عليك، مخاصموك، منازعيك، محاربوك. وخلي بالكوا دول أربع درجات، بالإنجليزي أوضح شوية. اللي متغاظين منك، اللي بيقفوا عشان يقاوموك، اللي بقوا أعدائك، اللي شنوا حرب عليك. يعني أربع درجات من التحديات. اللي متغاظ منك وبيغير منك، وبعدين الغيرة دي في قلبه تحولت إنه بيقاومك، opposing you، وبعدين جعل نفسه عدوا لك، وبعدين شن حرب عليك. بيقولهم كده بالترتيب بالضبط: سيخزى ويخجل جميع المختصين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجده، يكون محاربوك كلا شيء وكالعادة. في تحديات أمامك في الحياة، تحديات دي ناس أو أحداث أو ظروف صعبة، في حرب بتشن عليك، في ناس بتهاجمك وبتسخر منك وعلى الفيسبوك نازلة فيك، في ظروف واقفة وش في وشك. ايا كان المستويات ديت، الغيرة، المقاومة، العداوة، حرب، شنوا حرب، ويج اوار. أنا معك، أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. الوقت اللي جاي ده كل ده هيبقى لا شيء، لا شيء. هتدور عليهم مش هتلاقيهم، هتدور عليهم مش هتلاقيهم. ما تخافش يا ولدي،
ما تخافش، ما تخافش، ما تتلفتش، ما تسمعش للأصوات ديت، ما ترتبكش، ما يعطلكش، ما يمنعكش، ما يلخبطكش، ما يزعجكش. يا ولدي يا بنتي يا بنتي، هتشوف اللي هيحصل الأيام اللي جاية. أنا معك، قد أعنتك وعضدتك بيمين بري. رسالة جميلة جدا. الرسالة الثانية غريبة جدا، الجزء ده متوضب كده يعني، وعظة متوضبة متهندسة. الجزء الثاني يبتدي من عدد 15. ها أنا ذا قد جعلتك، مش بس اللي أنا هعمله في المقاومة اللي ضد حياتك، مش بس اللي أنا هعمله في الشكاية اللي على حياتك، مش بس أنا هعمله في التحديات اللي على حياتك، إنك هتلاقيها بخ. لا، أنا هشتغل فيك أنت. ها أنا ذا قد جعلتك، جعلتك، ما أنا معك وبعضدك، مش بس عشان أسندك فما تقعش، لا، أنا مش بس معاك عشان ما تخافش وتقف مكانك وتقعد على الكرسي وتشرب قهوة وشاي وتطمن وتجيب سندويتش فول في الصيام وتاكل طعمية وتستريح. لا 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 لا، أنا مش إله سلبي كده. جعلتك، جعلتك إيه؟ نورجا، محرات، نورجا محددا جديدا ذو أسنان محمية مبرية قوية، عشان أعمل بيك عمل عظيم لمجدي. أنا عايز أشتغل بيك شغل جامد قوي، أنا عايز أحرد بيك الأرض، بس الأرض مش جاهزة، مش متسوية، ده الأرض فيها جبال وفيها أكام. طب المحرات ده هيعمل إيه في الأكام والجبال؟ جبل الضلال ده هيعمل في إيه المحرات؟ تلال ديت الرمال المتحركة اللي الناس غرقت فيها دي، هيعمل إيه المحرات فيها؟ أنا معك وأعينك، وبالمحرات ده، بالمحرات دوت هتعمل ايه في الجبال؟ هتسويها. وهتعمل ايه في الاكام؟ هتجيبها حتة سهلة. وبعدين هروح انا نافخ، نافخ فالرملة والتراب والزيادة والرمل المتحرك ده أذريها وأبيدها، وتبقى الأرض مستوية 100 فل و10. مشهد بديع. أجعلك، جعلتك، جعلتك، مش هجعلك، جعلتك نورجا محددا جديدا، تدرس الجبال وتسحقها، تجعل الآكام كالعصافة تزريها، فالريح تحملها والعاصف تبددها. مش محرات عادي، ولا بيحرط أرض عادية، جبال وأكام من التراب والزلط وتردمت والأرض تبورت سنين وسنين. جعلتك وجعلتك نورجا محددا جديدا ذو أسنان، فتحرت الأرض، لأن اللي جاي بعد شوية مية جاية. هنزرع وحنجني، فلازم الأرض يعمل لها إيه؟ تتحرق وتزيل الضلال وتزيل المعاسر من الطريق وتزيل الأوهام. هعمل بيك حاجة لم تكتب في التاريخ من قبل يا شعبي ويا كنيستي، لأني أنا معك، أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. هي دي المشكلة، كلام كبير،
بس ربنا لما بيتكلم بيتكلم على قده. لما واحد يجي يطلب مني حاجة أقول له اللي في مقدوري هعمله، صح؟ فكل واحد بيتكلم على إيه؟ على قده. ربنا لما بيتكلم بيتكلم على إيه؟ على قده. الجبال دي تزول تزول، جبال الضلال والمعاصر تزول. هستخدمك انت، هستخدمك انت، وهتندهش طول السكه وانت بتقول معقول، معقول يا رب انا، لاني انا معك، ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. وهتشوف في الاخر ليه كتب الكلمات ديت. الرساله الثالثه، ثلاث رسائل مشجعه، انا كتبت العنوان كده رساله تشجيع. الرساله الثالثه اللي بيقولها، بيقول له ايه؟ اللي بيقاومك، اللي واقف في وشك، لا يقف انسان في وجهه. ما تطمن من الحكايه ديت، وانا هعمل منك اداه عظيمه تصنع المستحيل. وبعدين بيقول له ايه بقى؟ بص، الأكبر من كده مش انت بقى، المساكين والبائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. الشعب بقى، الشعب الجعان والنفس العطشانة للحق واللي عايشين في الظلمة وظلال الموت والتيهين، واللي بيدوروا على الحقيقة، واللي بيدوروا على قطرة ماء ومش لاقيين، والأرض اتصحرت والجوع اشتد جدا، بيقول الناس دول بقى أنا مني لي وأنا هتصرف. يعني أنا هعمل بيك شغلانة، ها؟ شغلانة عظيمة أنت من غيري ما تعرفش تعملها. بس عايز أقول لك بقى عن بقية الشغل اللي أنا هعمله، اللي أنا هعمله. هتعمل إيه يا رب؟ هفتح على الهضاب أنهار، هتلاقي نهر كده نازل من الهضبة. على فكرة نهر النيل جاي من هضبة الحبشة، بس احنا ما نعرفش، احنا مش متعودين على الهضاب. النهر دوت اللي بقاله آلاف السنين بيجري، جاي من هضبة عالية جدا بتسقط عليها الأمطار وبتتحول إلى أنهار بتأتي. كنا في زيارة قريبة، المنظر ده عالق بذهني وقعدت أصوره، منظر رهيب. زيارة لحتة في بيرو برا العاصمة شوية، العاصمة اسمها ليما، وخدونا في حتة يعني بيقولوا عليها من عجائب الدنيا السبع الجديدة، لأن حاجة طبيعة ساحرة خلابة لا يصدق عقل، لا يصدق عقل، كأنك خرجت من هذا الوجود ودخلت في جنة إلهية، جبال خضرة مهولة جدا. وطول ما القطر ده وعملينه قطر إزاز عشان تتفرج، لأن حاجة ساحرة العمل الإلهي وما فيهاش يد بشرية. نشكر ربنا، اليد البشرية بتبوظ الدنيا، لكن اليد الإلهية جميلة جدا. فطول ما أنت ماشي بتلاقي مية نازلة من الجبال، مية نازلة من الجبال، وزي شلالات شلالات شلالات، وبعدين بتصب في قناة ماشية تحت وسط الجبال. المية مندفعة بشكل رهيب لدرجة إن ما فيش عمق للمية، أنت شايف باطن الارض والصخور الموجوده من كتر اندفاع، ما فيش وقت ان الماء، لانه منحدر جامد جدا جدا. وبعدين واحنا ماشيين ماشيين قالوا لنا على فكره اللي انتم شايفينه ده بدايه نهر الامازون العظيم، اكبر انهار العالم، البدايه بتاعته. الشلالات ديت اللي نازله من الهضاب اللي بتكون ده اللي في الاخر بتصنع هذا النهر العظيم، نهر الامازون. طبعا انا حزنت شويه لما ادونا بعض الارقام عن نهر الامازون ده، لانه بتصل عمقه في بعض الاماكن 300 متر. مثال، احنا نهر النيل بتاعنا 30 متر او يمكن 20، وبيصل عرضه في بعض الاماكن 100 كيلو. احنا اجدع حته عندنا في نهر النيل 2 كيلو، فيعني الواحد برضه يغار لأرضه ولوطنه، لكن هي صنعت يد ربنا، يعني هي عمل إلهي، من حقه يعمل اللي هو عايزه في أي حتة هو عايزه. لكن ده المنظر اللي بيقوله، من الهضاب تأتي الأنهار، وفي الأودية تخرج ينابيع تنفجر، لدرجة بيقول
أجعل القفر أجمة. إيه الأجمة دي؟ pool of waters, pools of water, يعني بحيرات. من كتر الينابيع هيبقى بحيرات بحيرات بحيرات، مية عذبة تشرب وتسقي وتروي الأرض العطشانة. أجعل اليابسة مفاجر مياه، مش هتحتاج تحفر بير، ده أنت هتلاقي كده المية راح تطلع كده وعاملة مفاجر مياه. في الواحات بيقول لك هناك ما بنحفرش بير، مش عارف عندكم فكرة الحكاية دي، ما بيحفروش بير، بيفجروا بير. بيفجروا. احنا عندنا في الوادي بنحفر نحفر نحفر نحفر، ها، وبعدين ننزل ترمبه اعماق تسحب الميه. لا، في الـ في الـ في الـ في الواحات بيحفر بير، ها، ويروح رافع الحفار، تروح الميه عامله ايه، تروح الميه طالعه. يفجر مش يحفر، ده المص مفاجر مياه. العطشانين اللي بيدوروا على الحق اليومين دول المية هتوصل لهم. العطشانين للحق الحق هيوصل لهم. كل الجياع والعطاش إلى البر في هذه الأيام سيشبع. المية الروحية جاية بشكل غامر هتغطي الأرض العطشانة. لدرجة بيقول أجعل في البرية الأرز والصنط والآس وشجر أحسن أنواع الأرز بتاع لبنان يبقى في الأرض الصحراء دي، والصنط وشجر الزيت، الثروة والسنديانة والشربين، كل أنواع الشجر. أنا ما بعرفش أنواع الشجر، لما خدوني في لبنان قعدوا يقولوا لي بقى ده الصنط وده البتاع وحاجات، يعني العلم نور برضو والجهل مش كويس. لكن تشوف أنواع الشجر العجيبة الإلهية التي صنعها، ويقف الأرز شامخا وسط كل الأشجار دي. ثلاث رسائل تفتش على منازعيك فلا تجده. جعلتك نورا محددا جديدا ذا أسنان، أصنع بيك أمهد الأرض، وآتي أنا بالمياه من الجبال من الأرض عشان يشرب العطشان، وأجعل هذه الأرض جنة من كل أنواع الشجر، وأحول هذه اليابسة إلى جنة. مش عارف فاكرين المشهد اللي أخونا يواكيم عمله في الصحراء اللي كانت مش عارف موجودة فين، جاب صورتها، وبعدين جت غيمة ومطرت وتحولت المنطقة دي في نيفادا ولا فين؟ 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 في إنديانا، في نيفادا، وتحولت المنطقة دي إلى جنة، الناس بتزورها من كل مكان. أدي الصورة اللي كانت، وأدي اللي المية عملته. أطلبوا من الرب المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ورعودا ويعطيكم مطر الوبل، وتجري الأنهار من الجبال وتتفجر ينابيع المية من تحت. وإخواتنا كتير قالوا كده، ربنا جاي ينبش الآبار القديمة والمية القديمة اللي راوت الأرض دي، هتطلع تاني وتروي الأرض دي وتتحول الصحراء إلى جنة روحية وبعدين مادية. أما أنت يا نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت ابني، أنت بنتي. ما أعظم هذه الرسالة، ده اللي ربنا قاله لنا في المؤتمر، وده اللي ربنا بعته لي يوم الحد بعد المؤتمر ما مشي، وقعدنا هناك نكمل صلاة ونسمع. صحيح يا رب، قد جاء الميعاد. أختم بالآية الأخيرة هنا، بيقول لما أعمل ده كله هيحصل المشهد العظيم ده، لكي ينظروا من كل العالم ويعرفوا ويتنبهوا
ويتأملوا. سمعني؟ مش معقول التكرار ده، مش معقول التأكيد ده، مش معقول التصاعد ده اللي بيتكلم بيه. لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويستيقظوا ويتأملوا ويفكروا بعمق إن إيه؟ أن هذا الرب فعلت هذا، إن ده مش عمل إنساني، دي مش شطارة فلان ولا علان، دي مش الكاريزما بتاعت فلان ولا علان، ده مش تعب فلان ولا أبدا أبدا أبدا، ده عمل إلهي بحت. فالمجد كله والكرامة يرجع للكبير، للي يستاهل المجد والكرامة. أقف معي. مش عايزين المؤتمر ده يبقى مؤتمر مضى، لكن عايزين الروح المؤتمر دي تدوم معنا طول السنة وتتصاعد. مش عايزين الشعار اللي رفعناه أيها الآب مجد ابنك يكون ثلاثة أيام، عايزين ده يبقى شعارنا كل يوم. الكنيسة بتنادي وبتقول له أتت الساعة، جاء الوقت، جاء الميعاد، عندنا إيمان يا رب إن كل مقاومة ضد عملك وكل صوت ضدك يسكت ويصمت، إنك تجعل منا أواني للكرامة ضد كل ضلال وضد كل توهان، ضد كل ظلمة وفساد، وأنك أنت تأتي بالمياه من كل مكان، من فوق ومن تحت، وتحول هذه الصحراء الروحية إلى جنة، وتحول المعطشة إلى ينابيع مرياه. قول معايا، أتت الساعة، مجد ابنك أيها الآب. بابا بابا مجد ابنك أيها الآب. قد أتت الساعة، مجد ابنا، مجد يسوع أيها الآب. قد أتت الساعة، مجد ابنا، مجد يسوع عينيك. خذ لحظات بإخلاص. سامع كويس؟ سمعوا بينادي عليك يا نسل إبراهيم، يا أولاد الموعد، يا أبناء الإيمان. لا تخف يا ولدي، لا تخاف يا بنتي، أنا معك، أنا بكل قدرتي، أنا بكل محبتي، أنا الأمين حافظ العهد والرحمة، أنا معك، أنا معك. وإن كان معنا من علينا؟ وأنا مش معك ساكت، لا لا، ده أنا أعينك وأعضدك وأقويك وأشجعك وأرفع إيديك لفوق وأرفع إيديك لفوق. ما تبصش حواليك، بص عليا، ما تلتفتش يمينك ويسارك، بص عليا اليومين اللي جايين دول وحتشوف العجب، هتفتش على منازعيك فلا تجدها، هتلاقي نفسك نورجا محددا جديدا ذا أسنان، هتشوف المية جاية من كل حتة عشان تروي الأرض العطشانة، والبائسون والمساكين سيشربوا من نهر الحياة وسيأكلوا من الخبز الحي. وانا ليها خاف، وانت الملوك سيد الأسر.
شلك انك تبص يمينك وشمالك، لا تتلفت لاني الهك. قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري. عارفين يعني ايه عضدتك بيمين بري؟ يعني رفعت ايديك سندت. عارفين لما موسى كان بيصلي وبعدين هارون وحور وقفوا عشان ايديه، هو بيقول انا اخلي ايديك مرفوعه. انت عارف ترفع ايديك بعد شويه بتتعب، بيقول لا 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 لا، انا اللي هسند ايديك عشان تفضل مرفوعه اب هاي. ارفع ايديك وقول له انت اللي هتفضل ايديا رافع ايديا، وانا بنادي عليك مجد ابنك مجد ابنك. استخدمني بصورة عظيمة الأيام دي يا رب، اجعلني نورجا محددا جديدا ذو أسنان، اصنع بي أمور عظيمة الأيام اللي جاية. يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل بتقول عن روحك ولا حاجة، أنا هعمل بيك أمور عظيمة. بس أنت صدقني، أنا هرفع إيديك والسماء هتمطر مطر. أنا هستخدم إيديك دي لصنع آيات وعجائب. أنا هستخدم حياتك نور في وسط الظلمة وحق في وسط الضلال. قولوا انت رافع ايديك كده، انا ليه هخاف؟ انا مش هخاف، انت اللي رافع ايديا، انت اللي ساندني، انت اللي ساند ايديا. ايديا مش هتتعب، ايديا مش هتعيا في الطريق، عشان انت اللي ممسك بيميني القائي لي لا تخف. وانا ليه اخاف؟ وانا ليه اخاف؟ وانت الاله، وانت الاله قلوب مش عارف صح ولا غلط. احنا مدة 6 سنين في دول واقفة ضد مصر، دول واقفة ضد مصر. فاكر رحت قابل شخص من الكونغرس وكنت مدعو له في البراير بريكفاست في احتفال الصلاة اللي بيقام كل سنة، وقابلت واحد وقلت له مصر سد النهضة اللي بيحصل في بلدنا، انتوا ليه واقفين كده؟ وقف كده وقال لي بص، طول ما ان اوباما في الوايت هاوس ما قدرش اعمل لك ولا حاجه، لما نشوف هيحصل ايه.
احنا واحنا بنصلي وبعد مؤتمر الصلاة امريكا قررت بدل ما تقف ضدنا لأول مرة بعد 6 سنوات من كم اسبوع قابلت واحد من الكونغرس في لجنة المعونات العسكرية راجل مؤمن حلو قابلته بره في كنيسة رحت اوعظ فيها وجاي زورنا وجاي قابلني قال لي ايوه انا في اللجنة ديت واحنا اللي اوقفنا قطع الغيار بتاعت الطيارات الهليكوبتر اللي بتقاوم داعش في سيناء احنا اوقفنا والمرة دي الرئيس تعهد هندي قطع الغيار للطائرات بتاعتكم من جديد مش عارف دي علامة مادية ان مقاوميك ومنازعيك واللي واقفين في وشك هيتزحوا شوية وكده كده هيجوا على جنب الايام اللي جاية دي شوية هيجوا على جنب كده شوية وهيجوا على جنب كده شوية اتاخر كده شوية يا عدو الخير واتاخر كده شوية عشان البلد دي هتعدي البلد دي هتعدي البلد دي هتعدي البلد دي هتعدي معرفش لكن دي إيماننا بالصلاة امسك ايدين اخوك وارفعها وعايزين نقول تاني القرار ده أتت الساعة بابا مجد ابنك عشان الناس كلها تعرف ان دي ايد ربنا ان دي استجابة الصلاة ان اللي بيحصل ده عمل الهي ده مش مجهود بشري دي مش شطارة بشرية لا 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 دي مش شطارة بشرية دي مش شطارة بشرية لكي يعرفوا ويتأملوا ويتنبهوا ان يد الرب صنعت هذا وإن الخير اللي جاي الروحي والمادة عمل إلهي مش عمل إنساني ده عمل إلهي مش عمل إنساني قول معايا تاني من قلبك أيها الآب أتت الساعة مجد ابنك مجد أيها ابنك الآب قد أتت الساعة مجد ابنك مجد يسوع قول يا رب انت اللي ماسك بايدنا واحنا هنبص عليك وهنستناك عشان السماء والارض يشهدوا عن يسوع المسيح عشان اياتك وعجائبك في السماء وعلى الارض عشان الميه اللي جايه من فوق والميه اللي جايه من تحت تروي الارض ديت يا رب ان البائسون والمساكين روحيا وماديا يا رب توصل لهم الميه والخبز الحي اللي يحيي الارض ديت من جديد قد أتت الساعة قد أتت الساعة عينينا عليك إيماننا فيك منتظرينك مستنيينك مصدقين فيك يا رب نسبح ونهتف نعطيه المجد بل تمتلئ من تسبيح كل الأرض لا يسقط وعد لا يسقط وعد حتما سيأتي ونرى المجد نسبح ونهتف ولتمتلئ من تسبيح كل الأرض لا يسقط وعد لا يسقط وعد حتما سيأتي ونرى المجد صانع الكل في وقته
خلينا نديله المجد تاني، خلينا نسقف له تاني. لا يسقط وعد من كل الكلام الصالح، لم تسقط كلمة واحدة من كل الكلام الصالح اللي الرب اتكلم بيه علينا. ليك كل المجد يا رب، ليك كل المجد. كل اللي وعدتنا بيه يا رب انت عملته. يا حياة كل واحد مننا يا رب تشهد عن إله أمين. الكلمة اللي بتقولها لا تسقط لا تتغير، كل العالم ما يقدرش يغير يا رب الكلمة اللي انت بتقولها. متشكرين على الوعود اللي قلتها لنا النهاردة، متشكرين على الوعود اللي قلتها لنا على المؤتمر وعملتها وعملت أعظم منها. نثق انه لا تسقط كلمة واحدة من اللي اتكلمت بيه علينا كبلد وعلى علينا كأفراد وعلينا ككنيسة. انت صالح وانت قادر ان كلمتك تجريها رغم كل الظروف. ليك المجد والكرامة والاحترام ولكلماتك كل التقدير لأنها تأتي وكل العالم لا يستطيع أن يوقفه. مبارك اسمك يا رب إلى الأبد. هاللويا هاللويا. ممكن نقف مع بعض؟ أنا نفسي نقضي الدقائق الجاية كده، عندنا يمكن 5 دقائق ولا حاجة كده، نسبح الرب فيها ونشكره. حقيقي اللي عمله معانا في المؤتمر عظيم، حقيقي اللي شفناه منه عظيم، لكن اللي هنشوفه أكتر ولا يشوفه شعبنا والبائسون والمساكين دول سواء روحيا سواء ماديا، رب هيغير وجه الأرض دي. رب هيسكب علينا أنهار وينابيع، حاجات جاية من السماء وحاجات هتتفجر في الأرض. كل العطشانين في البلد دي سواء لعمل روحي أو سواء لأمور مادية، الرب هيغير صورة الأرض دي بسبب كنيسة واقفة تصلي، بسبب كل واحد من حضراتكم أو اللي بيسمعونا. طول ما أيدينا مرفوعة يشوع بيغلب، طول ما أيدين موسى مرفوعة جيش الرب هو اللي بيتقدم، هو ناوي يغير، هو بارك الأرض دي. وزي ما قلنا قد جاء الميعاد، قد جاء الميعاد لتحقيق كل الرؤى. وزي ما كنا بنقول في الترنيمة اللي فاتت، صنع كل شيء حسنا في وقته، ووقته جه ووقته جه. ورب هيصنع معانا أمور عظيمة، كل اللي هيسمعها العالم يعرف ان دي يد القدير. خلينا نقول الترنيمة اللي جاية كده مع بيبو وبعدين نشكر رب على العطاء. انت قائدنا يسوع البار، نبعي رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبعي رجانا باستمرار. من اين الرهبة ونحطان واحنا في سفرك محبين؟ قلب احنا بك غلبين، احنا جيوش المهديين. قلب احنا بك غلبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. مهما ابليس حرب فيك منتصرين. قلب احنا
ممكن أطلب من أخونا عماد وهبة يجي ويشكرنا الرب على العطاء ويصلي للطلبات الصلاة دي. يا رب نشكرك 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 لأجل حضورك، حضورك في وسطينا، لأنك يا رب حاضر في وسط كنيستك وفي وسط شعبك، في وسط يا رب عروستك اللي طلباك، العروسة يا رب اللي مهيئة ومزينة يا رب لرجلها. يا رب جايين يا رب بسلطان الكنيسة المتحدة وبسلطان الروح القدس، يا رب بنحطه قدامك يا رب، كل واحد كتب اسمه، كل واحدة، كل مشكلة، كل تحدي يا رب، كل حد جيب إيمان وجيب ثقة، وأنا بنحط إيماننا في إيمان بعض، بنحط إيدينا في إيدين بعض بثقة حقيقية إنك قادر إنك تشفي، إنك قادر إنك تحرر، لأنك أنت الرب الشافي. كل الذين لمسوك نالوا الشفاء، لأن مكتوب رأيت طرقك وسأشفيك. يا رب إحنا بثقة حقيقية مصدقين فيك ومصدقين في كل الكلام الصالح اللي اتكلمت بيه على كنيستك، والكلام الصالح اللي اتكلمت بيه على شعبك، وإحنا متمسكين بالوعود دي ومصدقين وهنمشي السكة معاك، وإحنا عارفين إنك صالح للكل، وإنك عارفين، وإحنا عارفين يا رب إن مفيش كلمة بتسقط من كل الوعود الصالحة اللي أنت اتكلمت بيها يا رب على شعبك. بنشكرك لأجل العطايا، بنصدق إنها تسدد وتملى، إنك أنت تسدد وتملى كل احتياجنا بحسب غناك في المجد. ليك الكرامة والمجد، ليك المجد في الكنيسة في المسيح يسوع، بنصلي أمين. أبانا اللامس في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما